حتى يكون لديك حماس مشتعل لابد أن يكون لهذا الشيء الذي تتحمس له شيئين مهمة. الشيء الأول يكون لديك علم كافي، علم كافي بهذا الحماس. يعني ما يصلح أنه أبدأ مثلا في قضية معينة وفي النصف أنا ما أدري أنا أنام ولا كيف أسير، ما هي الخطوات التالية، هذه مشكلة أيضا. لابد أن يكون لديك لكل شيء معرفة. وذلك الله عز وجل لما أخبرك بالجنة وجعلها غاية عندك ونهاية عندك، أخبرك ترى أنه يوجد منغصات وتحفحفة النار بالشهوات، وسيوجد من يمنعك، ويوجد أيضا أنت هنا تعبد الله عز وجل، وفي من يتمتع بملذات الدنيا قد تكون فتنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه فتنة وهذه فتنة. في الأشياء التي هي موجودة أعطاك علم كافي، إحاطة كاملة، عندك زاوية رؤية واضحة جدا لكل ما تعرف. فلذلك أنت لما تسير تعرف مجريات ما حولك، لدي غاية للموضوع الفلاني، أعرف ما يصلح له ما لا يصلح له، ما الأشياء التي تعيق، ما الخطط البديلة، ما خط الرجعة في ذلك، ما العقبات التي ستواجهني، فكيف يعني إذا واجهتني كيف أتجاوز هذه العقبات وأنطلق إلى ما هو أهم. ثم ليكون لديك مكافأة، ودائما ما أتكلم في هذه الجزئية المهمة بالنسبة لي، إذا أردت أن يكون لديك حماس مشتعل، علم كاف وكافي نفسك. أنا أرى أن هذه مهمة جدا، وأعطي مثال على ذلك. تعرف اللي يصلي الصلوات لأجل أن يدخل الجنة، إنسان يصلي ويخرج في الهواء البارد كما أسلفنا، تسأله مثلا لماذا، يقول والله أتلذذ بالصلاة وأريد الجنة، يقول يا أخي اجلس في البيت وبرد كذا، يقول والله أنا ما أجد راحة إلا في المسجد. هذه الراحة من فين أتت؟ هذه هي المكافأة. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أن النظرة سهم من سهام إبليس، قال مسلم إذا عن الله عز وجل إذا غض الإنسان أبدله الله عز وجل بلذة يجدها في قلبه، هذه اللذة هي مكافأة. أنا أعطيك مثال أنه الجنة وفي في الطريق أشياء منغصات علم كاف بها، ما يوصلك، ما العقبات، ما الذي يحيط بك، وأيضا الأفعال التي تفعلها ترى فيها لذة ومكافأة توصلك للنتيجة الكبرى. عشان يكون لديك حماس مشتعل كافئ نفسك، كافئ نفسك في منتصف الطريق، اجعل لك مكافآت بسيطة صغيرة جدا حتى النهاية. تعرفوا في مدارسنا لما يدرسوا مثلا في السنة الدراسية عندهم اختبار الفترة الأولى، اختبار الفترة الثانية، ثم اختبار نهائي الفصل الأول، السنة كاملة جزئت، ثم الفصل الثاني اختبار الفترة الأولى ثم الثانية ثم اختبار السنة الثانية، وبناء عليها سينجح نهاية السنة. هي 360 يوم أو 9 أشهر دراسية، مكافأة الفترة الأولى، فإذا نجح شكره الوالدة، يحتضنونه، يقبلونه، يعطونه حلاوة، يدعون له أيا كان. الفترة الثانية ما شاء الله كذلك رائعة، ما شاء الله عليها في انتشار تفعل كذا. نهاية الفصل الأول يحتاج يأخذ هدية، طبعا هدية أظن الجميع متفقين، لست أنا لوحدي في ذلك، أظن الجميع متفقين أنه الهدية في نهاية الفصل الأول ستكون أقل من نهاية السنة لأنها جزء من المرحلة. ثم إذا ذهب إلى الفصل الثاني ثم الفصل نهاية الفصل أخذ اجتاز المرحلة، يذهب الوالد فيشتري له كذا. لماذا؟ لأنه وصل إلى الغاية في هذه السنة، تجاوز هذه المرحلة. ثم إذا تخرج من الابتدائية، طيب المتوسط، طيب الثانوي، يفعل حفلة. طبعا بولين أحيانا في السادس ابتدائي يسوون حفل التخرج، ليش؟ لأنه رايح متوسط الله يبارك له، طيب 13 سنة رايح يسوي له حفلة، طيب إذا راح الثانوي كيف تسوي له حفلة، طيب إذا راح الجامعة، لكن هذه مما جرت عليه العادة في هذا الزمان. فحفلة يعني أقصد حفلة يعني لها مبالغ ولها قوانين معينة. أرأيتم هذه السير أو رأيتم هذا السير في حياتنا أو في سنوات أبنائنا الدراسية، حتى في سنواتنا نحن الدراسية، كذلك أثناء سيرك لوصولك إلى هدفك وغايتك، جزئه، اجعل لك مكافآت في المنتصف تناسب هذه المرحلة، لأن الغاية التي ستصل إليها تحتاج إلى مكافأة كبرى تكافئ بها نفسك، فتتحفز لعمل مشروع آخر، لإتقان مهارة أخرى كما تكلمنا عليها في سلم التعلم. المهارة حينما تتقن سأنتقل لمهارة أخرى، قد أتقن المهارة هذه في شهر وآخر في شهرين وآخر في ثلاثة، كل إنسان مهمته واحد في سنة، بعضهم في 10 سنوات، كل إنسان مهمته، لكن حينما أتقن هذه المهارة أكافئ نفسي. هذه المكافأة هي وقود، هي وقود أن أنطلق فأذهب إلى مهارة أخرى. حينما تكافئ هذه نفسك تحفز. وأنا أخبرتك بلذة الصلاة، بلذة الدعاء، بلذة مناجاة الله عز وجل، بلذة كذا، هذه مكافأة في الطريق.